وَالَّذِينَ لَا
وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من المولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم